كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شخص مسيحي، وفي يوم من الأيام ذهب هذا المسيحي إلى قرية المسلمين ليطلب الطعام، وهناك حصلت له قصة غريبة. فإذا كنتم تريدون رؤية هذه القصة فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، وبس خليكم مع الفيلم وتشاهدة ممتعة. واخيرا اجا يوم جديد، الشمس طلعت وكل شيء تمام. هسه بس خلي اروح المحل مالتي اول مره. يا اخي والله اليوم جاي ينتظرني شغل كلش صعب. اوكي خلي افتح الصندوق وعد فلوسي. والله الحمد لله اليوم عندي هواي فلوس. اوكي حلو 19 حبه دايموند. اوكي مو مشكله، هسه بس خلي ارتب الاغراض مالتي واحطهم في الصناديق وزي كذا. واخيرا وصلت هنا لهاي القريه. والله ما عدنا كل شيء، ما عدنا حتى ماي، ما عدنا هناك بقرية المسيحيين. والله كل شيء ما عدنا، يقولون هاي القرية مال المسلمين يحبون المسيح وراح يعطونا أكل وأي شيء. هذا منو موجود؟ المحل معزل مفتح، خلي أشوف هالمحل بلكت يساعدني يعطيني أكل أي شيء. مرحبا أخي، شلونك؟ هلا السلام عليكم حبيبي، هلا شلونك؟ ها شو مسوي؟ أهلا وعليكم السلام، بس إذا ممكن أكو طلب بسيط أريده من عندك. ها تفضل، كيف أقدر أخدمك حبيبي؟ أنت تعرف يعني وضعنا شوية صعب ومدري شنو. انا جيت لك من شلون افهمك، والله ما ادري استحي من عندك. ها يا اخي بس قول يا اخي، لا تخجل مني، والله مو مشكله اقدر اساعدك. ها كيف اقدر اخدمك؟ المشكله انا جيت من القريه ذاك الاتجاه، يعني تعرف قريه ما اريد اقولها، قريه المسيحيين. اوكي اي اخي قريه المسيحيين، يعني ماكو فرق بيناتنا، احنا اخوانك. اكيد ماكو فرق يا اخي. تعال تفضل. ها كيف اقدر اخدمك؟ بس تعرف وضعنا شويه صعب وفقر احنا، فجيت اطلب من عندك اكل وبيت واي شيء، ايش تساعدني؟ والله ما عندي، عائلتي مدمرين ميتين جوع. اكيد اساعدك يا اخي، اذا ما ساعدك منو اساعد؟ يلا تفضل خذ هذول الشغلات. بس اوكي بس ما عندي فلوس اعطيك اياهم. مو مشكله يا اخي، هذول مجانيين. اوكي والله ما ادري ايش اقول لك، الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك حبيبي، مشكور. الله يعطيك العافيه، مشكور. واخيرا اجا يوم جديد، هسه بس خلي اروح المحل والتي اول مره. يا اخي والله البارحه واليوم ماكو ولا زبون اجاني يا اخي، والله ما ادري ايش السالفه. اوكي مو مشكله، خلي اعد الفلوس مالتي. والله ما ادري راح يساعدني هذا الشخص مره ثانيه او لا. مرحبا، العفو، السلام عليكم اخي. اهلا وسهلا حبيبي. ها رجعت انت. ها هلا حبيبي، كيف اقدر اخدمك؟ تتذكر امس انا جيت اخذت من عندك اكل وما اعطيتك فلوس؟ اي شلون ما اتذكرك يا اخي، اكيد اتذكرتك. بس عشان شو اقول لك، الاكل اللي عندنا خلص، والله تدمرنا ما عندنا شيء، اتمنى تساعدني مره ثانيه. اوكي ان شاء الله رزقك الجميل. هذول 60 خبزايه اوكي، وهذول 27 لحم غنم اوكي، وشنو بعد ثانية. وبعد 27 حبه ثانيه. يا اخي هذول عندي يعني شلون، يعني ما حد اشتراهن، بس خذهم كلهم هذول لإلك، وخلي اعطيك بعد هذول. يعني هذا الاكل ما حد اشترى خربان لو شنو؟ لا مو خربان، بس صار له هيك يعني مخزن، شلون مخزن. اوكي اوكي افتهمتك. هذول شويه تفاح وبصليات، واعطيك كمان شويتين بيتزا. يا اخي اريدك هسه. اي عندي خبز، انطيتك ترى اكثر من ستاك انطيتك. اوكي الله يوفقك ان شاء الله. بس ما ادري شنو تريد. والله يا اخي اذا ما عندك اي شيء تقدر تروح، مو مشكله، هذول على حسابي. اوكي اهم شيء يا اخي لا تجوع. اوكي اسمع راح اقول لك شغله، انا ما راح اخذ هذا بالمجان، راح يجي يوم وارجع لك كل هذا اللي اخذته وضاعف لك، واعطيك. لا 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 ما احتاج مو مشكله. الله كريم. يلا مع السلامه. يا اخي والله من الصبح اجاني بس ذاك الزبون المسيحي، عجيب يا اخي، ماكو احد. اذا ابقى على هاي حاله يعني اقدر افلس، هسه شلون ورطه هاي؟ يعني بس بقولي كم هذول الاكلات وخلاص، يعني المحل راح يفرغ، ما عاد راح يكون به شيء. اوكي مو مشكله، اصلا اليوم كامل وانا جاي اشتغل، هسه خلي اروح انام وان شاء الله غدا يجونا زبائن كثار. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح للسرير مالتي انام، وان شاء الله غدا الله يرزقنا بكثير زبائن يجون يشترون من عندي. اوكي مو مشكله، هسه خلي انام. ايه وغيرا وصلت لهذا البيت، والله اعتقد هذا البيت مال هذا المسلم. الو السلام عليكم. والله ظاهر ما راح يفتح الباب، بس عيب ادخل له هيك وشيت. السلام عليكم، افتح الباب ساعدني. هلا ها شنو، منو بالباب؟ انا هلا السلام عليكم. جوعان. ها تفضل يا اخي، تفضل يا اخي، اعطيني اكل اي شيء. ايش والله كل شيء ما عندي يا اخي الصبح انطيتك كل عندي اللي بالمحل، وين وديتني يا اخي؟ عائلتنا كبيره واحنا المسيحيين هواي ناكل، يعني شو اسوي لك؟
أخي والله كل اللحم وكل الخبز اللي عندي اللي في المحل كلهم خلصتان يا أخي، حتى الزبائن كلهم ما عاد يجون، بس أنت اللي تجيب هاي القرية، شو أسوي؟ يا أخي والله فقير، ساعدني إيش يطيني؟ أوكي أوكي، عندي شوية أغراض في الصناديق، خلاص خذ لك هذولا وخلاص هاي، ترى بعد هذول الشغلات ما عاد أقدر أساعدك، لأن هذولا خلصت. اريد اعرف شغله، شنو السبب اللي خليك تساعدني؟ هواي ناس رحت لهم رفضوا يساعدوني، رحت للكفار طردوني، رحت للمشركين طردوني، رحت للفراعنه طردوني. يا اخي انا والله ما عندي مشكله بين الاديان يا اخي، اهم شيء الصداقه بين الناس. ها هي. الله يحفظك الله يحفظك ان شاء حبيبي. الله الله يكثر من امثالك. اوكي الله يوفقك الله يوفقك. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. اي هسه خلي ارجع انا. ايوه اخيرا اجى الصبح، هسه بس خلي اروح للمحل مالتي. يا رب يا رب يجوني زبائن اليوم. ها شنو؟ محلي احترق. لا محلي يا اخي، شنو هذا يا اخي؟ انا شو مسوي حتى يصير فيني كذا؟ محلي كله راح، محلي كله احترق. هسه شلون ورطاي؟ اي الحمد لله عندي شويه فلوس بقالي، هسه شو اسوي انا يا اخي؟ انا اعمل خير للناس وكل شيء اسويه، هيك يطلع فيني؟ لا هسه بس خلي اروح اشوف وين ذاك المسيحي اللي ساعدته ذاك اليوم. هي يا مسيحي يا مسيحي، وينك 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 وينك؟ آه وينك؟ هذا هلا هلا هلا. شنو منو منو؟ تعال 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 اشوفك. شفت نار من بعيد، شفت نار من بعيد. شنو شنو احترق هنا؟ شنو؟ محلي انحرق، محلي بليز ساعدني بليز. ايش حرقه؟ والله ما ادري منو حرقه يا اخي، الله لا يعطي العافيه اللي حرقه. هسه شنو ورطه هاي؟ بليز ساعدني. زين ست شلون تشتغل؟ ما راح تصير فقير. ايه والله عندي بس هذول شوية الفلوس يا اخي، بس هذول ما يكفوني، شو اسوي يعني؟ شوف 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 عندي لك حل. ما دام محلك تدمر وانت صرت يعني وضعك خطر شوية، ما دام تساعدت نحن المسيحيين وما ادري شنو، تعال اقعد يمنا الليلة واحدة وشوف الوضع يعجبك ان شاء الله. ايه اقدر اجي، بس المشكلة بيتي هنا يعني ما اقدر. لا لا مو مشكلة البيت، لا لا لا، هذا البيت اعتبره باكر ترجع له، لحد ما احنا المسيحيين راح نرجع نساعدك ونبني محلك مثل ما ساعدتني يا اخي، انت مو اخونا بالدين، مو مشكلة. ايه ما عندي مشكلة يا اخي، ما عندي. هاي اغراضك اللي اعطيتني اياها، هاي تفيدك، البسهن البسهن. اي والله حبيبي يعطيك العافية. يلا امشي امشي، ايش فيك خايف؟ امشي امشي. يا اخي والله انا خايف يا اخي الصراحة، ما اريد اروح لقريتكم يا اخي. ليش ما تروح؟ ليش يعني حالنا حالكم؟ والله ما ادري يا اخي، اخوياي سمعت عنهم يقولون قريه يعني شلون مخيفه وزي كذا، يا اخي والله اخاف انا. لا لا بالعكس، اصلا قريتنا ناس بسطاء وفقراء، امشي امشي راح يعجبك الوضع هناك، وعندنا حيوانات. لا يا اخي والله والله اخاف، اريد ارجع البيت يا اخي. يلا امشي امشي بسرعه، امشي امشي امشي. اوكي يا اخي احنا راح نبني لك محل ونساعدك ان شاء الله. امشي امشي امشي. اوكي يلا بهذا الاتجاه، امشي بهذا الاتجاه. يلا يلا امشي، هاي القريه مالتنا تشوفها. امشي امشي امشي. صلى والله خرافيه هاي القريه، هاي القريه مالتنا محميه بها رموز سر وكل شيء وحمايه قويه، ما حد يقدر يدخل لها فقط انا. امشي راح اخليك تدخل اول شخص راح اشوف شنو موجود داخل. امشي امشي والله متحمس يا اخي اشوفه. اوكي امشي تعال ادخل بسرعه. اقول اول شيء ما شاء الله ما شاء الله، ايش هذا الفن وايش هذا الجمال والله الصراحه. بس اسمع هذا السر، هذا السر ما حد يشوفه. اوكي اسمع هاي الاصوات، اسمع هاي الاصوات، اصوات تخوف يا اخي. هاي الاصوات تعرف شنو يعني؟ اكو شخص غير مسيحي دخل هذا المكان، بس انا سمحت لك تدخل. امشي امشي. اوكي اوكي مو مشكله، يعني انت ساعدتني وعاونتني بكل شيء. امشي ادخل. قول ما شاء الله والله قرية أسطورية، تعبنا عليها تعب مو طبيعي. اسمع أخذ لك أي محل أي بيت من هاي القرية، أنت صرت من سكان هاي القرية. صدق؟ إي والله والله حبيبي الصراحة أشكرك من كل قلبي، يعني أقدر أختار أي 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 محل من هنا؟ أي أخذ أي محل أي شي تريده. لك تعال هاي القلعة، هاي القلعة ما يصير تاخذها، هاي القلعة حماية. شنو؟ ليش جيش؟ بس هسه اذا اخذ اي محل مقابل شنو؟ والله عجبني هذا المحل. شنو مقابل شنو؟ تعال تعال خليني اقول لك شغله، تعال تعال. تتذكر انا اللي جيت لك قلت لك اريد اكل اريد اي شيء، اعطيتني كل شيء من دون الناس كلهم ما ساعدوني، بس انت وما اهتميت بالدين، اعطيتني كل شيء. هاي القريه تشوفها نصها صارت لك، واخذ اي شيء يعجبك، وانا حاليا راح اسافر اسبوع وارجع ان شاء الله. اشوفك باني هواي شغلات يعني. أيوة الله يوفقك. والله شكرا لك حبيبي، بس تحتاج شيء؟ تحتاج هذا كذب لك، هذا هذول شويه فلوس يعني ساعد بهن نفسك. اوكي مو مشكله. لا لا عندي انا صرت غني كلش. صدق؟
اي والله، وانا راح اجيب اهلي هنا يعيشون وراح اتعرف عليهم كلهم. والله حبيبي الله يعطيك العافيه. يعني صدق تحكي اني هسه اقدر اخذ اي محل؟ اخذ اي محل يعجبك عادي، هاي القلعه كبيره لان هاي بيها جيش ممنوع واحد يدخل لها. اوكي يعني الصراحه عجبني هذا المحل، اوكي راح اخذه هذا. اوكي اخذه بالعافيه عليك، بالعافيه أوكي. عليك اخذك السهله. يلا يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. فاذا كنتم تريدون رؤيه الجزء الثاني من هذا الفيلم ومعرفه ماذا حصل للمسلم، فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات. وبنهاية المقطع يا شباب بنات، يا ريت من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات. وطبعا شباب بنات، هذا المقطع فقط للضحك والتسلية، وماكو فرق بيناتنا احنا المسلمين او المسيحيين، ان شاء الله كل احنا اخوان. ويعني شلون اقول لكم، الله يوفقكم والله يحفظكم، ويعني الله يحفظكم كلكم وكلكم على راسنا شباب، ونحن نحبكم يا اخي من جميع انحاء العالم، من جميع انحاء الدول، من جميع انحاء الاديان، من جميع انحاء الاديان. المهم ما حافظ عليكم اكثر، قناتي بالوصف اشتركوا بي. هي قناتي بالوصف، وربط حسابي بالانستغرام هم راح تلاقونه بالوصف. اهم قناتي بس، مع السلامه، باي باي.